دير معنا نمسك النقاب ونديرك لايف باش تشوف الحاله ديالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه شفاء للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور.
الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب نظرت وما ذكرت اللهم أبق العين المعجبة نظرت وما بركت اللهم أبق العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبق العين المعجبة نظرت وما بركت اللهم أبق العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبق العين المعجبة نظرت وما بركت اللهم أبق العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبق العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبق العين المعجبة نظرت وما بركت اللهم أبق الأثر عين حاسدة فتمنى زوال النعم اللهم اطفئ حرها وابرد حرها وازل اذاها وضررها وشرها اللهم ابق العين ان اصابت عقلا فبللت اللهم ابق العين ان اصابت علما فضيعت اللهم ابق العين ان اصابت ذكاء فسحقت اللهم ابق الاثر عين حاسدا حاسدا نتمنى زوال النعم اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها واخرج حرها وازل اذاها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين نظرت وما بركت بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين عين الأقارب يا صابت بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت
كبرت نظرت وما قال ما شاء الله. اللهم يا رب اكفر حظها وابعد حظها وازل لذاتها وضررها وشرها. بسم الله الواحد الاحد تخرج حرارة العين والحسد، 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 تخرج حرارة العين والحسد. وابرد يا رب حرها وازل لداها وضررها وشرها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ام زاغت عنهم الابصار، أم زاغت عنهم الأبصار، أم زاغت عنهم الأبصار، أم زاغت عنهم الأبصار، أم زاغت عنهم الأبصار، زاغت عنهم الأبصار، زاغت عنهم الأبصار. أرجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، 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 وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، 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 شيطان رجيم، شيطان احرق كل شيطان سكن البدن بأسحار عظيمة. اللهم احرق كل شيطان سكن البدن بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن الجسد بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن البدن بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن البدن بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن الجسد بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن البدن بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن البدن بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن الجسد بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن البدن بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن الجسد بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن البدن بأسحار قديمة. اللهم احرق كل شيطان سكن العورات عاشق وعاشق سكن الأبدان من قديمة. اللهم احرق كل عاشق سكن العورات بأسحار قديمة. اللهم احرق كل عاشق سكن العورات، كل عاشقة سكنت العورات. اللهم احرق كل شيطان سكن العورات، اللهم احرق كل شيطان عمر العورات بأسحار عظيمة بأسحار قديمة
لسحر عظيمة لسحر قديمة لسحر عظيمة لسحر جددوها لسحر جددوها في كل حلم جددوها في كل منام جددوها في كل ليلة جددوها في كل غفلة جددوها لسحر جددوها عظيمة جددوها قديمة جددوها عظيمة جددوها عظيمة جددوها عظيمة جددوها قديمة جددوها وأوحينا إلى موسى لم تعصوك فإذا يتوقف ما ينفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 وبطل 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 ما كانوا يعملون 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 وبطل ما كانوا وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولما جاء السحرة فرعون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم يا سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وسحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 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 اللهم جل أسحارهم كلها وجلها اللهم أبطل أسحارهم كلها وجلها اللهم جل أسحارهم كلها وجلها اللهم أبطل أسحارهم كلها وجلها اللهم اغفح
أسحارهم كلها وجلها اللهم أبطل أسحارهم كلها وجلها اللهم أخرج أسحارهم كلها وجلها اللهم أبطل أسحارهم كلها وجلها اللهم اغفر أسحارهم كلها وجلها اللهم افضح أسحارهم كلها وجلها اللهم أبطل أسحارهم كلها وجلها اللهم عليك بكل عاشق والهان اللهم عليك بكل عاشق والهان عليك بكل عاشق والهان اللهم عليك بكل عاشق والهان اللهم عليك بكل عاشق والهان اللهم عليك بكل خادم سحر عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان اللهم عليك بكل عاشق والهان اللهم عليك بكل زان عاشق والهان اللهم عليك بكل زان عاشق والهان اللهم عليك بكل زان عاشق والهان اللهم عليك بكل خادم عين وحسد عاشق والهان اللهم عليك بكل زان عاشق والهان اللهم عليك بكل عاشق للجمال والهان اللهم عليك بكل عاشق استحسن الحسن والجمال والهان اللهم عليك بكل عاشق والهان اللهم عليك بكل عاشق والهان اللهم عليك بكل عاشق والهان استحسن الحسن والجمال والهان اللهم عليك بكل عاشق والغد أحب الحسن والجمال والغد أحرق كل عاشق والغد وأهلك كل عاشق والغد ودبر كل عاشق والغد وأخزي كل عاشق والغد اللهم أحرق كل عاشق والغد ودبر كل عاشق والغد اللهم أهلك كل عاشق والغد وأحرق كل عاشق والغد وعذب كل عاشق والغد اللهم عليك بكل عاشق والغد اللهم عليك بكل زاني والغد اللهم عليك بكل عاشق والغد عاشق الزهر والغد أحبنا والغد عشق الجمال والغد استحسن الحسن والجمال والغد عبر الزواج والغد وضع لك بكل عاشق والغد وضع لك بكل زان عاشق والغد شيطان عاشق والغد ظالم عاشق والغد بسحر وعينه تخدم العين والحزن داخل بسحر وتخدم العين والحزن يعني أنت مع كل الأضرار والإصابات والتعطيلات أنت مع كل شيء الله أجي أجي قلس هزدك كرسي وقربوا عندي هنا لك الحس قلس قلس هز هاد الكرسي اللي تكتل تخوى اسمعني واسم صافي غادي نضربك غادي نضن آديك ضركم هز داك كرسي واجي جلس هنا
قلت هز كرسي واجي جلس هنا. سكر الملح على طونسيون. هز داك كرسي وجيبو هنا. هز داك كرسي والله وانا نط لك حق الله العظيم تجبك. قرب كرسيك هنا. زيد زيد عندي زيد. اسمعني. واسكت شوية. انت عائلة ولا ذكر ولا انت راه ما باين ليش قاع جن انت. تبان لي مرأة. اسكت شوية وتأدب وبين لي بلي انت جن. بين لي بلي انت فريجن. اش هاد الخدمة هادي؟ واو واو مالك؟ اسمع شوية وتأدب وجلس وارتب. ارتب تبت 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 الله يرزقك التابة تبت. نسولك وجاوبني. غادي نسولك الا شميت ريحة الكذب غادي نوض نماطك عصا. وراني قلت عليك درك اول مرة وغادي نطبقها في ارض الواقع وغادي تلمسها. انت هز راسك. انت دخلت بسحر في البداية. بغيت نسمع بغيت نسمع. جاوبني. يعني ما دخل لبسي حلو دابا هي تاثر في الساعه تاثر في العين تاثر في الطيار تاثر في الغواص تاثر في انت واش كيف ساعدوك وساعدتهم ما فهمتش انا غادي نسولك انا نسولك وانت دابا انت دخلت بلا سحر بلا حتى حاجه دخلت ملي كانت صغيره وانت في الجسد ديالها داروا لها هما واحد النهار سحر وانت اللي خدمت على داك السحر هاكا يعني ما جاش جيني خور دخل في هذا الجسد يعني غير انت قلت لهم انا نقضي الغرض راني هنا نقضي الغرض حتى انا بغيت نتزوج وهما داروا لها سحر باش ما تزوجش وانت اصلا عشقتها من الصغر ما داروا لها على كل شيء داروا لها على كل شيء مثلا ما تخدمش ما تتزوج علامن 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 داروا لها علامن داروا لها بحال الزعمة بحال الزعمة سحر عائلي شوف ولدي شوف وانا هضرت معاك مزيان جاوبني جاوبني مسكر بحال زعما سحر عائلي بحالاش بحال زعما ما معنى سحر عائلي ما كاينش حاجه سميتها كاين سحر مشترك ندير العائله باين مريض الماين مريض اختها مريضه انت انت انا نهضر عليك غير انت درك ما نوع هاد الاسئله واش كتبوا في الطلسم دابا هناك طلسم يعني تقييد بسحر فلانه بنت فلان ما تقراش فلانه بنت فلان ما تزوج فلانه بنت فلان ما تخدمش واش هاد قالوا لك دير واش المطلوب منك في داك السحر قولهم لي قول لي دوك المطالب ما تزوج ما تخدم ما دير حتى بحال حتى حاجه زيد قول قلت لي ما تزوج ما تخدم زيد واش اخر ما تخدم ما تزوج ما تزوج واش يعني, يعني كل شيء تعطيل تام في كل شيء تعطيل تام في كل شيء عكوسات في كل شيء تمشي في الماس تمشي كل شيء بيبان مسدودين زيد زيد يعني ما بغيتها تخدم ولكن تزوج ما بغيتهاش تزوج تخدم وما تزوج تخدم وما تزوج مزيان انا نوافقك في هذه الفكره ولكن كنت عليها تخدمها وخليتهاش كتخدم حتى الدار ما دير والو حتى ما تخدمش بحني انا مكتوب علينا دابا نقتصوا منك لما عطاوك نخلصوا الدين القديم عادوا نهضروا معاك على هذا واسمعني اسمعني انت 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 بطبيعه الحال عييت عييت بزاف لا غير شويه بزاف بزاف ملي دابا انت ملي انت دابا عييت بزاف واش هو الحل عييت حركتني الزيت حركتني الصلاه وفيديوهات بزاف 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 انا كنت في بوات جيري نهار ردها نجي عندك ردها ما تمشيش تجي عندك يا بنت الحرام بغات تمشي حتى للبلاصه ويلي 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 ديتها حتى الغرب باش تبيع عندك والو واخا دابا متالي متالي ان شاء الله كتبغي شي حل ولا ما كتبغيش شي حل انا بغيت نخرج لا ما تقوليش بغيت كاين 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 ما بقاش عندي فيها الصلاح ما بقاش تسمع لي لا دخلتي الفجر الصلاه دابا تخرج بالخاطر ولا تخرج بلا خاطر تخرج يعني وانت 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 بعزة النفس ديالك ولا تخرج بالعصا هو اللي كان عندي نزليها نزليها الارض غنكرمك غنكرمك غنتهلا فيك غنعطيك الشيكولا نزليها الارض تنعس الله ما ضربنيش الله 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 ال
صافي 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 مش متأكد متأكد صافي صافي متأكد تقولي لا رابطني صحن ما رابطني ربطات على الخبز ما والو متأكد حاجة ما تقولها 100% صافي مابقاش تخشش صافي نيشان صافي صافي هذا غير ميساج له تعمل معك أبل وأبل فيديو غير ميساج وش بالك نخصو في الساعة ونسالي في الصباح أي غير أنا خرج نخرج نخرج صافي 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 نخرج 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 صافي قلت لك نخرج صافي 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 أي صافي نخرج صافي نخرج صافي أنا مسامكة أنا مسامكة لأنك باغي تخرج نوضو جلس مزيان مزيان هذا الشيء مفيد فيه منافع للناس وضره اكثر من نفعه تخرج الا ما تخرج نوض نضربك وغدا تدخل الجماعيه وراه ندخلك بوحدك ونعاود نضربك فاهم يا باش نفهمك والله حتى الطيب صافي راني بغيت نخرج يلا توكل على الله نخرج ولكن عاوني راني باغي نخرج نسولك النهار دخلت نهار دخلت مشيت للجامع جبت جوج فقاع قلت لهم قراو عليا بغيت ندخل وبكيت بغيت تخرج تحتاج فقيه قال عليك باش تخرج يلا توكل على الله شوف راك عارف القصه نتاع موسى اللي مال الكذاب غنحكيها لك نحكيها لك باش تستعقل عليها ويخرج السحر ويخرج يخرج اسمه السحر نجبديها اختي الله يجبديها ناضي اختي ناضي ناضي اخوان زدها الله
نزل نزل غنوريك كيف يدير يخرج الساعه. لا 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 غير نوريك انزلي الله ما تضيعش الوقت. لا ما نقدرش صافي نخرج نخرج صافي نخرج نخرج صافي نخرج صافي صافي نخرج لا لا صافي نخرج نخرج الله ما صافي صافي نخرج صافي نخرج صافي والله ما نقد انا يا صافي صافي ما قديتش صافي صافي ما قديتش صافي صافي ما قديتش وراك ولك تسوني صافي 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 نخرج ولا تا نخرج كاع ما تزت صافي وما ضربنيش ما ضربنيش اي ما ضربنيش صافي 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 تقولي هاد الهضره نتاع لا 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 صافي لا صافي انا صافي 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 نوض في السنه مغلوق الناس الناس راه تستنى نوض يعطيك نعمه شوف نحكي لك قصه مسيلمه باش تعقل عليها وخاصني نحكيها لك كتعجبني هاد القصه هذه بزاف القصة عند مسيلمة الكذاب أن أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كنقول هادوك الجن اللي كنشم فيهم ريحة الدخول أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم سورة وهي كالتالي إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فإذا بصاحب مسيلمة الكذاب يسمع الآية السورة ذهب عند مسيلمة وقال له أتدري نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يقال فيها إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فقال له مسيلمة الكذاب يعني هذا كذاب بير يعني ماش توصل الكذب ديال قالوا أتدري لقد نزل علي البارحة مثلها قال له قل لي قرها علي قال له إن أعطيناك التفاح وصلي لربك وارتاح ودع عنك الصياح تعرف ماذا قال له صديقه قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب يعني دابا أنت تعرف أني أعرف أنك كذاب وأنت تعرف أني أعرف أنني باقي عارف بلي راك باقي غادي تزيد معنا واحد شوية وغادي تكرفص معنا شوية وغادي تطيب وحتى تطيب عدت فيها إلى أمر الله حيت النوع بحالك خصو نضرب الضرب هو العلاج يا يا ربي انا ما كرهتكش تخرج درك وانت هنا نقلع براسي والله ما قديت صافي نخرج نخرج يلا توكل على الله يا الله الناس راه تستنى بيا اللي شي واحد راه شادك راك مربوط يلا توكل على الله بيا يلا بيا مني غتخرج مني بزوج يدين مالك نتوما زوج جيني كيدخل ميد كيخرج ميد يلا توكل على الله بيا غدخل الجماعيه وسنتاكد واش خرج ولا باقي ولا طلعت لكم الويل مما تصفون ولا لقيتك باقي لكم الويل مما تصفون يلا توكل على الله يلا نحسب حد 10 باش ما نضيعليش الوقت صافي واحد زوج انا نضربك مره هاد العشره هاد ثلاثه اربعه خمسة ستة مش مضيع لنا شو الوقت زعما مش الوقت ما يضيعش الناس غادي تستنى سبعة ثمانية تسعود تسمعين أختي
كتسمعيني؟ اجي جلسي هنا وانا نوضي في الساعة الوقت راه يضيع. كتسمعيني؟ متأكدة؟ متأكدة بصراحة بلا كذوب، ماشي مشكل عادي جدا. حسيتي بشي حاجة خرجت منك؟ لا لا راكي باقا مزيرة شوية، راكي راني فايقة. حسيتي بشي حاجة نزلت مع يدك؟ لا لا هاكا كان يدك صافي قلتها في الأول. عبد الوسيد وقع من عبد الوسيد مشى لحياته التلفازات لا لا ما تعمرش راسك. نقول لك اذكرك بشيء، شاد الجن هذا تافه جدا. ها العصا العذاب الاستقامه هي تستقم قدر المستطاع يتهلك. غدا غادي تدخل الحصه الجماعيه صافي، كتدخل الحصه الجماعيه وتسالي حصه جماعيه، غادي نحددوا لها وقيته، نهضر مع الاخ وخويا تما ويحدد لها وقيته ان شاء الله ما نطولوش. غير بالعصا غادي يطرب صافي ان شاء الله.